حالات اختفاء غامضة، فقدان غير معروف للوقت والاتجاه، تشوهات مغناطيسية، وضباب كثيف غير عادي يبتلع كل من يخطو نحوه من حيوانات وأشخاص. بعضهم قد جن في هذا المكان لأسباب مجهولة. كل تلك الألغاز تحيط بمنطقة وادي الخزيران في الصين، تلك المنطقة التي تحدث فيها العديد من الأحداث الغريبة والغير مبررة. على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب مونتيمي في مقاطعة سيشون جنوب غرب الصين، يقع وادي البامبو الأسود والذي يعرف باسم برمودا الصين، ويعرف أيضا باسم وادي هيزو. يحتل ذلك الوادي مساحة تصل لحوالي 180 كيلومترا مربعا، وهو مكان جميل إذا ما تغاضينا عن تلك الحوادث الغريبة. وهو مكان يضم مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات الغريبة والنادرة. يسكن منطقة وادي البامبو الأسود شعب يسمى هيه، الذي عاش في تلك المنطقة منذ العصور القديمة. يمتلك شعب هيه العديد من الخرافات والأساطير التي تدور حول واديهم، حيث يقولون أن هناك منطقة محرمة في هذا الوادي ممنوع دخولها، وأن الذين يحاولون الدخول إليها يعاقبون من قبل أرواح الأجداد. يحاول العديد من السياح والمستكشفين والعلماء الفضوليين معرفة أسرار هذا المكان، ولكن عادة ما يقوم المرشدين السياحيين بتوجيه رحلاتهم إلى جزء من الوادي يسمى بوابة الحجر. ولكن ليس أبعد من ذلك، فوفقا لما يقوله كبار قبائليه، فإن بوابة الحجر تعتبر مهد أسلافهم، ويمنع من عن باتا الوصول إلى داخل تلك المنطقة المحرمة. وكانت هناك العديد من القصص حول الأشخاص والحيوانات الذين عبروا بوابة الحجر ولم يعودوا أبدا ولم يتركوا أي آثار. اختفى الكثير من الناس في وادي الخيزران الأسود. ففي عام 1949 عندما تأسست جمهورية الصين الشعبية لأول مرة، توجه حوالي 30 جنديا من جنود الكومينتانغ إلى وادي الخيزران الأسود، ولكنهم لم يعودوا. وعندما تم إرسال 3 جنود من الكشافة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لتتبع آثار الجنود في الوادي، لم يعودوا أيضا إلا واحدا منهم فقط. وقد استغرق بعض الوقت كي يتذكر ما حدث له، وعندما استعاد ذاكرته حكى عن تجربته الغريبة في الوادي. قال الجندي أنه شعر ببعض الطاقة الغير عادية عند دخوله لمنطقة في الوادي التي جعلته يشعر بالدوار. وعندما حاول اللحاق برفاقه وجد أن آثارهم قد اختفت، وعندها فقد وعيه. وفي عام 1950 اختفى ما يصل إلى 100 شخص في وادي الخيزران الأسود، والسبب لا يزال مجهول. وفي عام 1976 اختفى 3 أعضاء من فريق البحث في غابات سيتشوان في الوادي، كما اختفت العديد من الطائرات التي حلقت فوق الوادي. وكانت هناك تقارير لا تعد ولا تحصى عن الأشخاص المفقودين الذين لم يعودوا من هذا المكان المخيف.
يعتقد البعض أن هذا الضباب الكثيف الذي يلف وادي الخيزران الأسود طوال اليوم هو السبب المعقول لحالات اختفاء البشر والماشية التي تحدث في المنطقة، حيث يمنع هذا الضباب الناس من تقفي الآثار والعطور على طريقهم عبر الغابات الكثيفة. كما يشتهر وادي الخيزران الأسود بأوضاعه الجيولوجية المحفوفة بالمخاطر والمعقدة. في عام 1962 زار فريق من الجيولوجيين وادي البامبو الأسود، وعاد واحد فقط من تلك الحملة وقال بأنه فقد الشعور بالوقت عندما تعمق وسط الضباب، كما ذكر أنه سمع أصواتا مخيفة وغريبة وكان خائفا لدرجة أنه لم يتحرك حتى هدأ الضباب من حوله. أبلغ العديد من الأشخاص عن فقدانهم القدرة على معرفة الوقت والاتجاهات في نفس المكان، معتقدين أن هناك نوعا من الشدود المغناطيسي. في الواقع لا يستغرب بعض الخبراء ذلك، فليس من قبيل الصدفة أن يقع مثلث برمودا الغامض والأهرامات في مصر ووادي البامبو الأسود في الصين على نفس خط العرض المريب. وما هو أكثر من ذلك، أن وادي الخيزران الأسود يحتضن قمة تقع على ارتفاع 3999 مترا فوق سطح البحر، وهي مثلثة الشكل تماما كما أهرامات الجيزة بمصر. لا يزال سبب كل الأحداث الغريبة وغير المبررة في وادي الخيزران الأسود غير محددة، وهناك بالطبع الكثير من التكهنات، ولكن لا توجد إجابات علمية وافية حتى الآن، حيث يلقي الناس باللوم على قوى خارقة للطبيعة. لكن يجب ألا نقلل من شأن قوة الطبيعة أيضا. يشير بعض الباحثين إلى أن حالات الوفاة والاختفاء قد تعزى إلى عنصر سام غير معروف في الضباب في بعض أجزاء الوادي، ولكن للأسف لا يوجد دليل يدعم هذه النظرية. هناك أيضا تكهنات بأنه قد يكون هناك مجاري مجهولة تبتلع الناس، حيث يمكن للناس ببساطة الوقوع حتى أعماق الأرض وبقائهم محاصرين في تلك الظلمة القاتلة ومن ثم الموت. يعج الوادي أيضا بعدد كبير من الحيوانات والنباتات البرية، بعضها خطير للغاية، وربما كان ذلك أيضا أحد أسباب اختفاء الناس والحيوانات. وختاما نذكر بأن وادي الخيزران الأسود مكان جميل، ولكن نظرا لظروفه الجيولوجية الخاصة نادرا ما استكشف البشر المنطقة عبر التاريخ، وهذا هو السبب أيضا في أننا نعرف القليل عنها، وربما قد كتب لتلك الأسرار أن تبقى سرية في ذاك الوادي الغامض في برمودا الصين. شاركنا بمعرفتك عن هذا الوادي وما هي الحقيقة التي يمكن أن تخفيها.